معاكم انا اصلا موقع عرفنيكم. فالنهارده هنستعرض اضافه لموقع اليوتيوب. الاضافه دي هتمكنك من تحميل الفيديو قبل مشاهدته بالكامل. ناس كتير واجهت مشكله بعد تحديث اليوتيوب الاخير ان هو بقى الفيديو بدل ما كان بيتحمل بالكامل لا بقى بيتحمل اجزاء. طبعا الناس اللي عندها سرعات بطيئه كان بيواجهوا مشكله كبيره، لانه كان في الاول كان بيسيب الفيديو يحمل بالكامل وبعد كده يبدا يشاهده. فالنهارده هنستعرض اضافه هتحل لك المشكله ديت. كمان الاضافه هيكون فيها عدد مميزات كبير، ده اللي هنستعرضه من خلال الفيديو. اول شيء هنبدا نفتح الرابط من خلاله نحصل على الاضافه. طبعا هكون سايب رابط في الموضوع الخاص للفيديو النهارده. الاضافه متوفره تقريبا لجميع المتصفحات المشهوره زي جوجل كروم زي فايرفوكس، كمان عندنا انترنت اكسبلورر، وكمان عندنا الاوبرا. تبدا تشوف المتصفح تستخدمه ايه وتبدا تحمله. دلوقتي مثلا هبدا احمل الخاص بفايرفوكس، هبدا اضغط على الرابط ده، هيبدا يحولني على الاب سنتر او البلوجن سنتر. هبدا اضغط من هنا ادت تو فايرفوكس، الاضافه تبدا تثبت معايا. تمام. طبعا لو انت بتستخدم جوجل كروم هتبدا برضه تنزل تحت، هتلاقي في عندك كروم. هنا بالنسبه لجوجل كروم هتواجه بس مشكله انك مش هتقدر تحملها عن طريق المتجر الخاص بجوجل كروم. انت هتبدا تحمل الاضافه وبعد كده هتبدا تثبتها على جوجل كروم. الموضوع هيتم ازاي؟ بسيط جدا. هتبدا من هنا تضغط على رابط تحميل الاضافه، هتبدا تضغط على ميجا مثلا لو هيكون. تمام كده الاضافه نزلت، فهبدا اروح للاضافه. دلوقتي ده ملف الاضافه اللي انا حملته. طبعا الملف لازم تتاكد ان هو بصيغه سي ار اكس. تمام. هبدا افتح جوجل كروم، هبدا من الخيارات اخش على الاعدادات، بعدها اخش على الاضافات. تمام. وانا فاتح الصفحه ديت هبدا افتح الملف، هبدا اخد الاضافه وهبدا اسحبها هنا. تمام. هيبدا يطلب مني تثبيت الاضافه، هبدا اضغط اضافه. تمام. وبكده بقى انا ثبت الاضافه على جوجل كروم. طبعا لو انت عاوز تثبت الاضافه على الاوبرا هتبدا بس تضغط على الرابط ده، هيبدا تخش على صفحه تثبيت الاضافه. ده بالنسبه لازاي تثبت الاضافه. اما بالنسبه لازاي تستخدم الاضافه، موضوع بسيط جدا. هتبدا تفتح اليوتيوب وتبدا تعمل ريفرش، هتلاحظ ان في عندك ترس ظهر. طبعا الترس ده هيظهر سواء انت عامل تسجيل دخول اليوتيوب او تسجيل خروج، هيبدا يظهر لك هنا ترس. تبدا تضغط عليه هيبدا يفتح معاك اعدادات الاضافه. اللي احنا محتاجينه من هنا نخش على بلاير، هنلاحظ في حاجه اسمها دي اي اس اتش بلاي باك. تمام. احنا محتاجين نبدا نشيل العلامه اللي عليها ونبدا نقفل. هنبدا نشوف اي فيديو، نبدا نصفح اي فيديو هيبدا يتحمل معانا بشكل كامل. يعني لو مثلا لو هيكون فيديو زي ده، زي ما احنا ملاحظين الفيديو بالكامل اتحمل. تمام. ده كان بالنسبه لازاي تقدر تحمل الفيديو بالكامل قبل تشغيله. طيب بالنسبه للاعدادات الثانيه الخاصه بالاضافه، هنبدا نخش على الاعدادات الخاصه بالاضافه. هنلاحظ ان الاضافه بتوفر لك مجموعه كبيره من الاعدادات، كل عليك بس هتبدا تقرا الاعدادات ديت. لو احنا دخلنا مثلا على بلاير هتلاقي في عندك حاجه اسمها ريموف اند سكرين. ريموف اند سكرين ده بيبدا يظهر لك مجموعه من الفيديوهات او الفيديوهات المقترحه. مجرد تبدا تعلم على الخيار ده مش هيبدا يظهر لك فيديوهات في الاخر. فعندك الفوليوم مثلا ممكن تبدا تتحكم في الصوت الخاص بالفيديو او الخاص باليوتيوب. كمان في عندك البلاير سايز ممكن تبدا تتحكم في شكل او حجم المشغل الفيديو. تمام. في عندك الشورت كات بتبدا تفعل الشورت كات على اليوتيوب ولا لا. كمان في عندنا ريزولوشن من هنا تقدر تضغط عليها، هيبدا تتحكم في جوده الفيديو، تبدا تشتغل بمجرد ما تفتح مثلا لينك على اليوتيوب او تبدا تفتح فيديو على اليوتيوب. تمام. ده طبعا هيناسب الناس اللي عندها سرعات انترنت وعاوزه تشغل الفيديو على حسب سرعه الانترنت الخاصه بيه. يعني مثلا لو سرعه الانترنت بطيئه فبتبدا دايما عايزه تشغل فيديو على جوده قليله، لو ناس عندها سرعه انترنت عاليه عاوزه تشغل الفيديو بجوده عاليه. تمام. ده الموضوع ده هنا هيفيدك. في عندك الداونلود لو انت حابب تحمل الفيديو، كمان هيفيدك لو انت عاوز تحمل الصوت الخاص بالفيديو، ريبيت لو انت عاوز تتحكم في اعاده تشغيل الفيديو، اليو اي الى اخره. عاوز تحكم اي شيء، الموضوع ده هيكون ممتاز ليك بحيث ان هو يوفر لك عدد كبير من الاعدادات هتفيدك اثناء استخدامك ليوتيوب. طبعا احنا حاولنا بس نركز على موضوع اللي هو تحميل الفيديو بالكامل قبل تشغيله. لو انت حابب تعرف اكتر هتشوف هتبدا بس تقرا الاعدادات ديت وهتفهم وظيفتها بتعمل ايه. طبعا لو انت محتاج تفهم اي شيء هتبدا بس تضغط علامه استفهام من هنا، هيبدا يعرفك الخيار ده بيعمل ايه. طبعا لو برضك ما عرفتش تقدر بس تسيب تعليقك على اليوتيوب او على الموقع وتسيب الخيار، واحنا نبدا واحنا نحاول نوضح لك الخيار ده بيعمل ايه. تمام. طبعا ده كان موضوع النهارده. حاولنا نستعرض اضافه خاصه باليوتيوب، اضافه هتسهل لك تعاملك بشكل كبير مع اليوتيوب ومع مشاهده الفيديوهات على اليوتيوب. ده كان موضوع النهارده وده كان فيديو النهارده. يا رب يكون وصل الفكره. كان معاكم مع نصار موقع عرفني.com.